السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضرتكم في قناة سولا قناة اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضرتكم النهاردة عرض جديد، شقة مميزة جدا على بعد خطوات من الشارع الرئيسي وكنتاكي والسوق التجاري، برج جديد، مدخل فندقي. شفنا مع بعض واجهة العمارة. عندي هنا موجود ده المدخل، بوابة وأسانسير وحارس خاص للعقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجة بتقابلني هنا على يمنا موجودة عندي مطبخ امريكاني، المطبخ عندنا هنا من الداخل. وقصادنا هنا موجودة عندي ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع ومشطب، تشطيب هادي جدا، تشطيب كلاسيك. ندخل نبص مع بعض على غرف النوم والحمام. بتقابلني هنا طرق التوزيع، بتدخلني على غرف النوم والحمام. على يمنا موجودة عندي أول غرفة نوم، ممتازة ومشطبة، تشطيب هادي جدا. عندي هنا دري الإطلالة بتاعتها، بتطل عندنا على ممر بين عمارتين. وقصادنا هنا موجودة عندي الحمام، وبعد منه مباشرة موجودة عندي الغرفة التانية، ما شاء الله مساحة أكبر شوية من الغرفة الأولى، بتشيل معايا غرفة نوم كاملة، ومشطبة تشطيب هادي جدا، شغل كلاسيك. عندي هنا دي برضو الإطلالة بتاعتها، بتطل عندنا على ممر بين عمارتين، نفس إطلالة الغرفة الأولى. مساحة ممتازة. نطلع مع بعض البلكونة ونشوف رؤية الشارع. ما شاء الله عندي هنا تراس رائع وكبير وممتاز جدا، وطلع عندي على شارع عرضه 12 متر. ما شاء الله فيو رائع وموقع ممتاز جدا. رؤية الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة مميزة جدا جدا في الطابق التاني علوي، برج جديد، أول سكن. الموقع مميز جدا على شارع 6 بجوار المسجد الكبير وكنتاكي والشارع العمومي والخدمات العامة داخل القرية. المساحة الإجمالية للشقة 90 متر، السعر 320,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 16,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.